قصة حب يفصل بين أعمار طرفيها حوالي ربع قرن، يعرفها العالم كله منذ عام 2017، منذ أن تولى الفرنسي إيمانويل ماكرون رئاسة بلاده، وعرف العالم زوجته السيدة الأولى بريجيت ماكرون. شغلت القصة والفارق في العمر العالم وقتها، وانتهى الكلام المثار حولها مع مرور الوقت، أو هكذا كنا نظن، لكن يبدو أنه لم يخمد، بل إنه لا يزال على السطح يشغل الجميع. ففي لقاء جمع بين ماكرون وبين مجموعة من الصحفيين المصابين بالتوحد من صحيفة لو بابوتان، سأله أحد الحضور حول علاقته بالسيدة بريجيت، وكان الصحفي جريئا في سؤاله وتعليقه أيضا. لنتابع. Adrien. Tu veux préfères que j'alise? Oh oui, un peu, c'est mieux. Donnez. Je la lis pour tout le monde. Non, je ne sois pas contrarié. Il est le président, il doit montrer l'exemple et ne pas se marier avec sa prof. Quand t'es amoureux, tu choisis pas? C'est pas bien, tu crois? C'est pas facile. Elle a pas été vraiment ma prof. Elle était ma prof de théâtre. Ah. C'est pas tout. Ça compte pas pareil. D'accord. Le malin. Oh, ah, mais arrête de me craquer, mets-toi tout de suite. Donc, c'est vrai. Donc c'est pas, tu vois, c'est pas comme la prof de maths ou de. Allez-y, Adrien. منظم المقابلة وصف الصحفيين بأنهم غير عاديين ويشتهرون بطرح مثل هذه الأسئلة الجريئة. حسناً، هذا الوصف ومن باب الدقة ليس من ابتكاره، بل إن الصحيفة نفسها تقول في نصها التعريفي إنها صحيفة غير عادية أنشئت منذ 30 عاماً يحررها 40 صحفياً غير عاديين بين عمر 14 و50 عاماً.